الاصابه كانت في الكاحل، وهو محمد كان جاي فاكر ان هو يقدر يتحمل على الاقل اول ماتش يعديه ويلعب تاني ماتش، بس الحقيقه كان الموضوع صعب. هو الحقيقه انا فاكر كويس جدا ان الخبر اللي طلع ان محمد مصاب، محمد انا كنت بتابع الاصابه بتاعته قبل ما يجي المعسكر بحوالي 10 ايام، لان هو فعلا مصاب مش مجهد ومحتاج يرتاح. هو الحظ جه ان هو الفتره دي كانت فتره 10 ايام، وانا فاكر كويس محمد لما جه على فكره هنا كمان كان بالاتفاق مع اندي مساي اللي هو دكتور ليفربول ان هو اول لما يجي لك لو تقدر تعمله اشاعه يبقى كويس جدا. وفعلا محمد لما جه عملنا الاشاعه، وكان كمان باين جدا من الاشاعه بعد الاشاعه كمان قلت محمد انت مش هتلعب ماتش كريستال بالاس، يعني نو واي ما تحاولش. وفعلا محمد لعبش كريستال بالاس. انا ما بعرفش اعمل غير شغلي كدكتور، محمد كان مصاب وكان جاي ببريس، كان جاي ببوت اللي هو بنستخدمه احنا بدل الجبس، يعني اليومين اللي قعدوا في المعسكر قعد يتعالج ومشي من هنا على طول على حد تعالج طبيعي، ونزل قبل كريستال بالاس بيوم نص تمرين.